في الزمن ده كتر فيه المثلية وكتر فيه الإلحاد وكترت فيه الأفكار اللي هي تخرج من الملة أصلا، وكتر فيه الشرك بالله والضرب في العقيدة. لازم نعرف إن والله الذي لا إله هو كل ده لما هو قادم، مش عشان احنا، عشان عيالنا بعد كده. لازم ننجو بعيالنا من في الفترة اللي جاية دي كلها. هنجو بعيال ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. القرآن، القرآن هو من أفضل الأشياء إنك تعلمها لابنك، عشان لما يتعلم القرآن تقدر تنجو بيه من كل ده. هيتعلم إن في القرآن إن في قوم بس عملوا المثلية فجعلنا عليها سافلها قوم لوط. هيتعلم في القرآن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هيتعلم في القرآن معاملة الناس، وهيتعلم في القرآن إقامة الحدود. هيتعلم في القرآن إن احترام الأب والأم بعد ربنا مباشرة. هيتعلم في القرآن إن كل هذا الكون سيفنو في لحظة. اتعلم في القرآن ان كل حاجة يعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. القرآن غير كبار الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع القرآن اتغير وبقى احب الناس الى الاسلام واحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الطفيل بن عمرو دخل الاسلام بسبب القرآن. سيدنا القاضي فضيل بن عياض رضي الله عنه هو احد التابعين، هو بعد ما سمع القرآن تحول. القرآن غير ناس كتير. القرآن من اخطر الحاجات اللي احنا تركناها وبعدنا عنها. انت لو عايز تثبت على طاعة ربنا وتثبت على دينك لازم تتعلم القرآن، او مش قادر تتعلم القرآن اسمع القرآن، مش قادر تسمع القرآن اعرف تفسير القرآن، افهم القرآن هيقربك ربنا سبحانه وتعالى. قال في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تمسك بالقرآن ولا تتركه، فإنه خير كتاب نزل في خير الشهور في خير الليالي على خير البشر صلى الله عليه وسلم. فكر في كلامي، أنا بحبك في الله.